الأزمات اللي عشناها في آخر السنة، الحمد لله القطاع والمهنيين وراو باللي القوة ديال 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 القطاع ولا غيزيليونس ديالو. وكنتمناو إن شاء الله في 2024 واحد العمل مشترك اليد باليد القطاع العام والقطاع الخاص باش نطلعوا من الجودة ديال المطارات، من النقل، من كاع الفاعلين ينخصهم يخدموا اليد في اليد باش نوجدوا راسنا لي رونديفو اللي هما مهمين اللي جايين، كاس افريقيا وكاين كاس العالم ان شاء الله. وهذا الشيء كل شيء كيعطينا الانرجي واحد التحفيز باش نضاعفوا الجهود ونوجدوا راسنا للمستقبل. لو سيكتور دو توريزم اجوردي تياخذ البلاصه ديالو، وانا مفتخره بهذه الجائزه ديال السيده ديال العام ديال التوريزم، وكنهديها لجميع لي زوبيراتور اللي خدموا كي ريبريزونت تو لي ميتيي، كو سو سوا لوتيلري، كو سو سوا لي اجونس دو فواياج، كو سو سوا لي ترانسبورتور، كو سو سوا لي بازاريست، كو سو سوا تو سولا كونتريبيو ا لا ريوسيت et aux objectifs les Tataouna, parce qu'il y a une vision 2030 et c'est des ambitions. Alhamdoulilah, l'année 2023, on a rattrapé toute la perte les Katana pendant le Covid. Et aujourd'hui, avec toutes les lignes aériennes qui se développent pour développer le tourisme interne et le tourisme international. C'est vraiment une initiative incroyable, une très belle initiative qui a permis de réunir presque l'ensemble des principaux acteurs du tourisme au Maroc, de la presse marocaine également, des personnes qui font aujourd'hui le tourisme au Maroc. Voilà, très très fier aujourd'hui d'avoir reçu cette award de l'établissement hôtelier de l'année. C'est vraiment la récompense du travail et le fruit de du travail de toute une équipe. هذا ليفينمون عندنا مهم جدا حيت كافحنا هاد عامين الاخرى ولا كاع 3 سنين الاخرى، كانت كوفيد من بعد كانوا دي زيفينمون، كان زنزال في مراكش، كانوا دي زيفينمون، كاين دي زيفينمون بوليتيك انترناسيونال اللي داروا بما on a dû vraiment خدمنا حاولنا en tant que restaurateur. C'est pas évident parce que ماشي قطاع اللي هو باين بزاف. On est en train de travailler sur la gastronomie marocaine. غادي نعطيو هذيك القيمه ديالها وبغينا نطلعوها لقدام au niveau et même plus que les autres gastronomies mondiales. حنا الحمد لله المغرب غادي في واحد التطور ايجابي، مجموعه ديال 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 المناسبات اللي غادي تكون من هنا لكاس العالم 2030، فحنا كنعملوا بجد وكنسهروا باش نوجدوا ونكونوا موجودين باش نواكبوا المغرب في هاد المناسبات هادو. بالنسبه للزبناء ديالنا فحنا كاينين تحديات، ولكن مجموعه ديال السوق المغربي كلها كتخدم عليها، بما في ذلك وكاله الاسفار، بما في ذلك وكاله الطيران، بما في ذلك يعني السوق كامله كتعاون باش اننا نوفروا للزبون المغربي احسن خدمه بالنسبه لنا حاليا او حتى في المستقبل، بما في ذلك كاس افريقيا 2025 او حتى كاس العالم 2030 ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.